سفراء وقناصل وشخصيات رفيعة جاءوا جميعا ليهنئوا المملكة بعيدها الوطني في حفل أقامته كل من البعثة الدائمة وقنصلية خادم الحرمين الشريفين بنيويورك. الحضور قدموا تهانيهم للمملكة مؤكدين على مكانتها العالية في الساحة الدولية. مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة معالي عبدالله المعلمي وقنصل خادم الحرمين الشريفين في نيويورك خالد الشريف كانا في استقبال ضيوف الحفل. معالي المندوب الدائم ألقى كلمة رحب فيها بجميع من جاء اليوم ليشارك المملكة فرحتها باليوم الوطني. في مناسبة اليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية تقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهم الله. وأما بالنسبة لوفد المملكة العربية السعودية في نيويورك والقنصلية العامة في نيويورك فالاحتفال باليوم الوطني فرصة لجمع الأصدقاء ولإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن محبتهم للمملكة العربية السعودية. وشاهدنا احتفالا فاق التوقعات من حيث عدد الحضور ومن حيث التنوع في الضيوف المشاركين وكلهم يريدون أن يتسابقوا ليقدموا التهنئة للمملكة العربية السعودية. ولا عجب، فالمملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة متميزة في قلوب الأصدقاء وباحترام حتى من الأعداء لما تمثله من قيم ومن مبادئ ومن مواقف تاريخية. نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد كانت على رأس المدعوين وعبرت عن سعادتها بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مسلم وعربي ومحب للمملكة. اسم البعثة المملكة المغربية للأمم المتحدة أود أن أتقدم باسمي الخاص واسم كل الدبلوماسيين بأحر التهاني لأخي السفير عبد الله ولكل الشعب السعودي ولخادم الحرمين بهذه المناسبة ديال العيد الوطني ديال المملكة السعودية. هذا عيدنا كل المغاربة، احنا نحتفل به كذلك. نتمنى لهم الخير والسؤداد والتقدم إن شاء الله. ربي يحفظ المملكة ويحفظ خادم الحرمين ويحفظ ولي العهد. التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل الحكومة الرشيدة كانت محطة تقدير وترحيب وأعجاب من جميع الحضور. نهني أنفسنا ونحتفل اليوم بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية مملكة الحزم، وهي يحتفل العالم في نيويورك اليوم بالمملكة ودورها الريادي، ليس فقط لأدوارها الاقتصادية وأدوارها العسكرية في مجابهة المشاريع المضادة للأمة، ولكن كذلك بدورها الدبلوماسي الكبير جدا. الدبلوماسية السعودية أثبتت يعني اقتدارها بشكل كبير جدا. الدور الأخير للمملكة العربية السعودية في إنهاء عقدين من الصراع في القرن الأفريقي يضاف إلى رصيد المملكة، وهناك احتفاء كبير في أروقة الأمم المتحدة بهذا الدور. أبارك للشعب السعودي وللحكومة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، والله يعيد على وطننا الغالي وهو بشموخ وعز ونجاح أعوام مديدة. طبعا يعني أشعرنا الوفد وأشعرتنا البعثة بأجواء مفرحة اليوم باحتفالنا باليوم الوطني، فكانت هذه المشاعر يعني انتقلت من الأجواء الغربة الباردة إلى يعني إلى دفء الوطن مع وجود معالي المندوب الدائم السفير عبد الله المعلمي وسعادة القنصل خالد الشريف. كانت أجواء مليئة يعني بنجاحات الوطن إذا صح التعبير ولحمة الوطن، لأنه اندلت فهي تدل على أن الوطن على يد وعلى قلب واحدة. الأجواء كانت احتفالية بامتياز، إذ قدمت أغنية وطنية ومقطوعة موسيقية من التراث السعودي والعربي. أعوام تلو أعوام، وراية المجد مرفوعة، ووحدة الشعب السعودي لا تفرق صفوفها دسائس ولا أغراض حاقدة. حسين إبراهيم للإخبارية، نيويورك.